والله احنا بقالنا سنتين ثلاثة وداخل على السنة الرابعة ان شاء الله، ان احنا ده كله انتاج محلي، انتاج محافظة كفر الشيخ، ابناء كفر الشيخ. كل الشغل ده احنا بنعمله عندنا محل هنا بداخل مدينة كفر الشيخ. ده كل الشغل ده بتعامل فيه مع الحدادين في المدينة الصناعية، ده 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 اللي هو الحدادين. ده حدادين، ده لو انا بستورده من بره بيعمل له 300 جنيه، احنا بنبيعه ب 130 جنيه بس. ده ب 130 المستورد. جنيه ده ببيعه ب 130، تمام. ده بنعملوه هنا في المدينه، بدي الاوردر للمدينه وهم بيقطعوه بمكن الليزر. تمام. ده برضو بشوف الناس الايتام، علمت كذا واحده والارامل، وبجيب لهم المواد الخام وهم بيعملوه، اللي هو اللي بالخرز ده. تمام. ده بكام الخرز ده؟ الخرز ده بيبدا معايا من اول 50 جنيه لغايه 85 جنيه على حسب الوقت اللي بياخده من البنت وعلى تمام. حسب المواد الخام اللي بياخدها. تمام. وده شغل مصانع البلاستيك، لما الدنيا وقفت جبنا اسطمبات وبدأنا نعمل الفوانيس دي. دي تمام. المستورد بتاعها المفروض ان هو فوق ال 200 جنيه، احنا بنبيعه ب 75 جنيه وب 50 جنيه وب 60 جنيه. تمام. وفي عندي برضو عربيات الفول، وعندي برضو فانوس زي ده. ده احنا انا بصدره لأزيد من 4 5 دول في العالم. ده شغلي انا اللي بصدره، تمام. وهوريك منه الكبير برضه. يعني انا مودي المغرب، مودي دبي، مودي الاردن، مودي السعوديه، وبعمل بقى جميع انواع المشغولات. حضرتك هفرجك عليها بره برضه. بره. ايوه اتفضل. دي كلها فوانيس شغل يدوي بعملها بمكنه الليزر، وده بف، ودي مخدات، والزينه بجميع انواعها. وفي عربية الفول، وعربية الترمس، وعربية الكنافة، وعربية القطايف. ودي الشخصيات كنا برضو المستورد منها ب 100 جنيه وب 85، احنا بنبيعها ب 50 جنيه، والطبلة والفانوس. وكل ده شغل مصر. وفي الفرش الثاني برضو تابعنا حضرتك، اتفضل. دي كلها مشغولات، وده كله شغلنا. مفيش بكام ده؟ ده بنبيعوه ب 250 جنيه. ده الشغل يدوي، واحنا ده صاج، واحنا برضو البنات هم اللي بيشتغلوه وبيعملوه بيقفلوه باسترس وكلام من ده، خدت بال حضرتك. والخشب برضو ده بيشتغلوه بمكن ليزر وحاجات زي كده. وعندي بوجي وطنطا، هي الشخصيات دي برضو. بتتباع في رمضان دي؟ بتتباع ايه؟ بتتباع في رمضان دي. لا، هي بتتباع في رمضان. وبنبدا نشتغل من بعد العيد الكبير، نجهز للموسم الجديد. لا يعني بعد العيد الكبير تبداوا؟ ابدا اجهز للموسم اللي انا فيه الجديد. دلوقتي ده طبعا بياخد ايدي عامله كتيره. وفي عندي برضه اشكال ثانيه، في عربيه كنافه بتلف بالكهرباء، ودي عربيه فول، ودي عربيه فول، ودي عربيه فول، وده مسحراتي بيلف، واخد بال حضرتك. ودي تشكيله ثانيه من الفوانيس. وكل اللي احنا بنتكلم فيه ده انتاج محلي. عندي علبه مناديل، خدت بال حضرتك. عندي برضو، اتفضل معايا، مخدات، في مخدات، في مفارش سفره، واخد بال حضرتك. المخدات اهي انواعها،